التحليلية من الميادين، قدرات الردع تتصاعد، ماذا تخبئ القوات المسلحة اليمنية في مواجهة العدوان السعودي؟ كيف أدار اليمنيون استراتيجية المواجهة التي نجحت في الصمود رغم الفارق الشاسع في الإمكانيات؟ لبنان مقطع الأوصال على وقع أزمة معيشية حادة. قطع للطرقات في المدن الكبرى ووجع الناس ورقة للاستغلال السياسي وسط أسئلة عن المستفيدين في الداخل والخارج. اهتمام إسرائيلي بمشاهد بثتها الميادين لانفجار السفينة الإسرائيلية في خليج عمان. المراقبون الإسرائيليون يقرؤون في المشاهد رسالة خلاصتها أن طهران تتحكم في مفاصل الأمور. وفي قضية اليوم 36 عاماً على محاولة اغتيال السيد محمد حسين فضل الله. نهج أمريكي أطلسي إسرائيلي وضلوع سعودي، عدوانية عابرة للعهود والعقود في وجه كل خيار مقاوم. مجدداً، المنشآت النفطية السعودية في مرمى القوات المسلحة اليمنية، عملية نوعية في العمق السعودي، والآتي أعظم وأقوى حتى يدرك ولي العهد السعودي أن رهانه على الحرب قد فشل كما يقول المسؤولون في صنعاء. فالخروج من وهم الحرب عنصر أساسي في مسار إنهائها في ضوء تطور القدرات الدفاعية اليمنية مقابل عجز التحالف السعودي عن تحقيق أي من أهدافه السياسية والعسكرية. فأي أفاق للحرب وأي أبعاد استراتيجية للردع اليمني وللإخفاق السعودي الأمريكي؟ نتابع ثم نحلل. بتوسيع رقعة أهدافها والوصول إلى عمقها النفطي شرقا بنحو 1200 كيلومتر مربع، القوات المسلحة اليمنية تعلن عن تنفيذ عملية توازن الردع السادسة بعد أيام قليلة من عملية توازن الردع الخامسة في السعودية. رسالة سياسية عسكرية في آن معًا، فهي تحذر العدو السعودي من مغبة استمراره بالعدوان والقصف على صنعاء، بأن الرياض في متناول قواتنا، وأن أي منطقة أو مدينة أو منشأة سعودية هي تحت النيران اليمنية. في خط تصاعدي واضح تمضي عمليات توازن الردع اليمنية، عمليات تتوالى في فترة زمنية قصيرة ويتسع نطاقها ومدى أسلحتها، إضافة إلى دقة إصاباتها لأهدافها بطريقة لافتة، وباعتراف السعودية نفسها بوصول الطائرات والصواريخ إلى ميناء رأس تنورة أكبر الموانئ النفطية في العالم. رأس تنورة رسالة قوية لعل العدوان يرتدع، لأنها ستشل النظام الاقتصادي السعودي بشكل عام، وستجعل السعودية يفكرون مليا في ضرب أو استهداف المنشآت اليمنية النفطية إن أرادوا في مارب وغير ذلك، ولكنها رسالة قوية لدول العدوان أن أوقف عدوانكم. تعاظم القدرات اليمنية لا يقتصر على الهجوم بل يمتد إلى الدفاع أيضا، هذا ما أكده إعلان القوات اليمنية إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد. تستعرض الرياض عجزها وفشلها وقلة حيلتها بثمان غارات على صنعاء والحديدة، فترد صنعاء وتستعرض قدراتها العسكرية ب22 طائرة مسيرة وبصواريخ باليستية على أهداف حيوية بعضها يستهدف للمرة الأولى، مدشنة بذلك كما يبدو مرحلة جديدة من مراحل توازن الردع. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية شارل أبي نادر، يعد هذا الهجوم اليمني هو الأوسع في العمق السعودي، كيف أدارت صنعاء الاستراتيجية أو استراتيجية اللامواجهة يمكن القول ونجحت في الصمود رغم الفارق الشاسع في القدرات لدى الطرفين؟ نعم، يعني نتكلم عن عدوان نهز الست سنوات وتخلله يعني بمواجهة تحالف من دول قوية تملك قدرات ضخمة جوية وبرية وبحرية. هذه استراتيجية بدأت بداية في مرحلة الصمود، وكان هناك صعوبة في المرحلة الأولى، ولاحقا انتقل اليمنيون إلى مرحلة يعني الدفاع المتحرك، وبدأوا يثبتون على الجبهات الداخلية وبدأوا يتقدمون.
بالتواكب مع هذه الاستراتيجية كان هناك نواة لتصنيع وتطوير قدرات، بدأت هي متواضعة، لاحقا تم تطوير صواريخ كانت تستعمل، يعني صواريخ تكتية في الجبهات الداخلية والقريبة على الحدود. لاحقا تطورت هذه القدرات، بدأنا نتكلم في المرحلة الثانية عن قدرات استراتيجية بدأت تستهدف المطارات جنوب غرب العاصمة، المواقع ما وراء الحدود، ولكن بداية كانت بمسافات يعني بحدود 200 كيلومتر تقريبا، أكثر أو أقل، كانت صواريخ تكتية على الحدود. الآن بدأت استراتيجية تتطور أكثر، بدأنا نشاهد أن هناك استهدافات في العمق، هناك استهدافات بدأت تهدد الأهداف الحيوية الاستراتيجية ليس فقط للعدوان السعودي أو الإماراتي، ولكن بدأت تشكل خطر وتؤثر على مسار التجارة الدولية بشكل عام، التجارة النفطية، وهذه نقطة رابحة للتحالف للجيش واللجان الشعبية، بدأت تؤثر وتفرض معادلة ردع لابد وأن يكون لها وقع في المفاوضات في التأثير في المعركة. الآن الجيش واللجان الشعبية انتقل أيضا من مرحلة، يعني لم يتبقى له في الداخل اليمني إلا معركة مأرب، وهي سوف تكون نهائية لإنهاء كافة يعني النقاط البرية الداخلية والانتقال ربما جنوبا ربما شرقا لاستكمال التحرير في جميع المحافظات. هذه استراتيجية أيضا كانت متواكبة مع موقف سياسي ثابت، هم لم يتعرضوا لأي إغراء أو لم ينجروا لأي إغراء، وأيضا كان هناك استراتيجية أمنية أو مناورة أمنية، كان هناك عدة عمليات خاصة تم فيها كشف عناصر متشددة، نعم، تم وهنا فيها نتحدث عمليات في هذا الموضوع. شارل عن إخفاق يمكن القول لمشروع العدوان على اليمن عسكريا كما ذكرت وسياسيا. إلى محللة الميادين للشؤون الإعلامية والإقليمية أوغاريت دندش. أوغاريت، هل يمكن أن يتحول هذا الإخفاق من المستويين العسكري والسياسي إلى إخفاق استراتيجي للسعودية بالدور الذي تمثله في الإقليم؟ نعم، يعني عندما تقوم دولة كالسعودية بإعلان منذ 5 سنوات عن أهداف هذه الحرب وهذا العدوان على اليمن، وبعد مرور هذه الأعوام تفشل في تحقيق هذه الأهداف، لا بل تخسر الكثير، بمعنى أنها لم تستطع ردع أنصار الله وإنهائهم، هي لم تستطع أن تؤمن كما قالت أمنها القومي، بالعكس أصبحت المدن السعودية في مرمى نيران أنصار الله، أيضا ليس فقط المدن ونتحدث عن موضوع أمني ولكن أيضا موضوع اقتصادي وخسائر اقتصادية هائلة طالت السعودية جراء هذه الحرب. أيضا سمعت السعودية في العالم لجهة انتهاك حقوق الإنسان والوضع الذي أصبح عليه اليمن بعد هذه الحرب وهذا العدوان المستمر الذي أدى إلى أزمة إنسانية قد تكون الأكبر والأعظم فيها في الزمن الحاضر. أيضا هذه السمعة، سمعة السعودية أصبحت سيئة جدا في العالم، ويترتب عن هذا الموضوع الكثير من الثمن الذي بدأت تدفعه السعودية تدفعه في الفترة المقبلة. أيضا فيما يتعلق بالتحالف نفسه الذي قادته السعودية، هذا التحالف ليس بالمتانة وبالقوة التي كان عليها بين الدول التي تحالفت مع السعودية للهجوم على اليمن. في هذه الحالة وبكل هذه المعطيات، هذا إخفاق استراتيجي بكل ما للكلمة من معنى، ليس فقط إخفاق عسكري للمملكة العربية السعودية بناء على ما أعلنته هي، ومضت 5 سنوات وهي لم تحقق أي شيء مما أعلنته عند إعلانها الحرب على اليمن. شارل، في ظل إنكار السعودية وكذلك هذا التخبط بمستنقع اليمن ومستنقع فشل حتى الآن بتحقيق الأهداف، إلى أين يمكن القول تتجه الحرب في اليمن إذا ما استمر العدوان باستمراريته وأخذ هذا الخيار؟ المسار التصاعدي للتقدم ولفرض القدرات وأثباتها هو ثابت وواضح، لا يكون هناك أي تراجع، وهذا يعطي فكرة أن الجيش واللجان الشعبية هم يتقدمون على صعيد فرض قدرات الردع من ناحية، على صعيد فرض يعني استراتيجيتهم الثابتة في الدفاع وفي عدم التنازل عن الحقوق. هذا الإنكار العدوان أو إنكار السعودي بالتحديد في اتجاهين، يعني كان الاتجاه الأول أنهم كانوا يقولون دائما عندما يكون هناك قدرات تدخل إلى العمق وتؤثر على عمقهم أن هذه قدرات إيرانية، هم بقوا حتى الآن يعني ينكرون أن الجيش واللجان الشعبية طور قدراته وأن هذه هي قدرة ذاتية. الإنكار الآخر أيضا أنهم دائما يقولون أن هناك خلافات أهلية ومشاكل أهلية داخلية، ولكن هذا الكم الهائل من الضغوط الجوية والطيران والقدرات الغربية التي تساعد العدوان، هذا أيضا ينكرونه. هذه النقطتين، يعني هاتان النقطتين التي يتم إنكارهما، لابد وأن تؤدي بالنهاية إلى فشل ذريع.
أعتقد وإذا تابع الجيش واللجان الشعبية هذا الصمود وهذه القدرات ربما نتكلم لاحقا إذا لم يتوقف العدوان والحصار، ربما نتكلم لاحقا عن دخول إلى مناطق برية إلى مدن قريبة من الحدود وفرض المعادلة الأساسية التي يريدها الجيش واللجان الشعبية وإعادة الموضوع في تسوية سياسية تفرض ويحفظ كل مكون عندها حقه في العملية السياسية. من اليمن إلى لبنان، لبنان مقطع الأوصال، فالطرق مقطعة تحت عنوان الغلاء المعيشي وتدهور الوضع الاقتصادي بعدما تجاوز سعر صرف الدولار 10,000 ليرة. وكما هو الحال منذ أكثر من عام، لا يبدو وجع اللبنانيين بمنأى عن الاستغلال السياسي من جانب بعض القوى بهدف تأزيم الوضع. ليتجدد السؤال عن المستفيدين من نشر الفوضى داخليا وعن حدود تحركاتهم خارجيا. نتابع ثم نحلل. لم يختلف صباح بيروت عن صباحات الأيام في الفترة الأخيرة مع استمرار قطع الطرقات والشرايين الرئيسية للعاصمة بيروت والمناطق بالمكعبات الإسمنتية والإطارات المحروقة. تطورات دفعت الرئاسة اللبنانية إلى عقد اجتماع أمني واقتصادي ومالي، حيث كلفت الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية بالعمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية أو صناعية أو صحية، وبالتشديد على أهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالكابيتال كنترول. طلب الرئيس من الأجهزة الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة للبلاد، لا سيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية. هي الطريقة التي يعبر من خلالها هؤلاء المحتجون المختلفون فيما بينهم على فتح الطريق أو إبقائها مقطوعة لفترة أطول. طريقة تحمل صرخة جوع وعوز وبطالة، فالأوضاع الاقتصادية لا تبشر بالخير. نحن عنا مطالب محقة، لبنان افتقد للأمن الغذائي، الأمن الوطني، الأمن التعليمي، الأمن الصحي، افتقدنا كل مقومات الأمن. من هيدا المنطلق مكملين بالاستنكار لمحاصصاتهم الداخلية والخارجية. ما تشهده مختلف المناطق يتكرر منذ عام ونصف، لكن هذه المرة يبدو أن نسق الاحتجاجات متصاعد، ما ينذر بعواقب وخيمة في الشارع. بدنا نروح نجيب دواء ما بيخلونا. شو الحال؟ الصحفيين بغطون، اي واحد بيحرق دولاب الشارع بغطوه. اما اللي بده يروح يجيب دواء عمره ما راح يجيب دواء. بعدما سجل سعر صرف الدولار امام الليره اللبنانيه 10,650 ليرة، وهو رقم قياسي تاريخي في سوق القطع في لبنان، عادت الاحتجاجات إلى الشوارع من خلال قطع العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في مختلف المناطق في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط تأزم سياسي يؤخر تأليف الحكومة اللبنانية. عبد الله ظاهر، بيروت، الميادين. أوغاريت دندش، قطع طرقات واحتجاجات على انهيار العملة الوطنية وعلى تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ولكن ما حقيقة ما يجري في الشارع اللبناني؟ وهل فعلا يخطف الغضب الشعبي؟ طبعا بداية لنوضح أن هذا حق طبيعي والحق وواجب لكل مواطن في أي مكان وزمان أن يعبر عن رأيه، أن يعترض على سرقة أمنه الغذائي، أمنه الشخصي، على عدم قدرته على العيش بكرامة. ولكن في لبنان هذا الأمر كان في ماضيه ولا يزال، ربما يكون لبنان النموذج الواضح لمسألة التدخلات الأجنبية، لمسألة تسييس كل شيء في هذا البلد. التظاهرات لم تخرج من هذا الإطار، أولا من خلال التصريحات ومن خلال المواقف التي يطلقها المتظاهرون هم نفسهم، يعني أساءوا حتى لهذه المطالب من خلال بعض المطالب التي تشابهت حد التطابق مع جهة سياسية، مع جهات سياسية لديها برنامج سياسي وتريد استغلال هؤلاء. عندما تتطابق هذه الآراء في الشارع، عندما تكون المطالب عدا عن الطلب باتجاه تحسين ظروف الحياة، مسألة ارتفاع سعر الصرف للعملة اللبنانية،
عندما تصبح المطالب سياسية وتطابق مع طرف سياسي فإنها أولا تسيء لهذه المطالب المحقة، وثانيا إنها وهذا الأخطر إنها تقصي فئة كبيرة من الشعب اللبناني اليوم تعتبر نفسها مستهدفة بهذه التحركات التي توجه الأسهم تجاهها. أما الأخطر فهو ما يحصل في الشارع اليوم، قطع الطرقات هل يؤدي النتيجة يعني أو يحقق الأهداف المطلوبة حتى المحقة منها؟ قطع الطرقات قد يوصل إلى تصادم في الشارع، قد يؤدي إلى أحداث متفرقة، قد تؤدي إلى فوضى ما في الشارع، وهذه الفوضى لا يمكن لأحد أن يتوقع إلى أين ممكن أن تصل في ظل هذا الاحتقان الموجود إن كان في الشأن السياسي وإن كان في الشأن المعيشي. لبنان يعيش اليوم أزمة كبيرة جدا، ومن من المهم جدا أن يتم التعامل مع هذه الأزمات بطريقة وبحكمة مختلفة عن الحال الموجودة الآن في الشارع. هناء محامين مراسلة الميادين، كيف تقارب وتنظر إسرائيل إلى هذه التحركات في لبنان؟ كيف تحاول أن تستغل ذلك حتى للتصويب على طرف معين على مكون أساسي؟ وهنا نتحدث ونشير إلى حزب الله والمقاومة في لبنان. بالطبع وفا، يعني إسرائيل تتابع كل ما يجري على الساحة اللبنانية بشكل أساسي وأولي، هي مهتمة بذلك بسبب وجود حزب الله المقاومة اللبنانية في لبنان، وبسبب معادلة توازن الردع التي فرضها حزب الله على إسرائيل ومقابل إسرائيل. بالتالي هي تحاول أن أيضا تقوم بتدخلاتها من أجل زعزعة الاستقرار اللبناني، إضافة إلى استفادتها من عدم الاستقرار في أي دولة عربية، وبالتالي لبنان هو أهم هذه المناطق بالنسبة لإسرائيل. كما ذكرنا، إسرائيل تتابع ما يجري في لبنان إعلاميا وأيضا على المستوى الأمني والاستخباراتي ومراكز البحث، بحث الأمن القومي الإسرائيلي بطبيعة الحال، وتفحص طيلة الوقت كيف بإمكانها الاستفادة من ذلك. هذا ليس فقط بخصوص ما يجري اليوم في لبنان، إنما حتى إذا ما رجعنا إلى الاحتجاجات التي كانت تحت الشعار الأبرز كل، كانت إسرائيل تحاول طيلة الوقت أن تضخ إن كان ذلك إعلاميا أو استخباراتيا نحو أصابع الاتهام نحو حزب الله، وحتى أنها استفادت أيضا من كارثة المرفأ، انفجار مرفأ بيروت، عندما أيضا من جهة وجهت بطريقتها أصابع الاتهام إلى حزب الله، ومن ثم بعد ذلك قام رئيس الحكومة كما تذكرين وفى بنيامين نتنياهو باستعراض كاذب آخر، حتى فندته الميادين في ذات الليلة، من خلال رصدها أيضا المباشر لذلك في ذلك الوقت، عندما ادعى بأن حزب الله لديه مخازن للصواريخ في قلب بيروت وبالقرب من مستودعات الغاز وبالقرب من مطار بيروت. إذن إسرائيل مستفيدة من حالة عدم الاستقرار اللبنانية من جهة، وليس بعيدا عليها أيضا أن تتدخل من خلال أذرعها الاستخباراتية تحديدا في داخل الساحة اللبنانية. أريد أعود إليك انطلاقا من مداخلتك الأولى وما قلته، استغلال الغضب الشعبي، اعتكاف الدياب، كذلك محاولة محاسبة هذه المنظومة النقدية وكذلك السياسية والاقتصادية. هل يمكن أن ينزلق لبنان إلى سيناريو الفوضى؟ من يريد ذلك؟ أتحدث بالأطراف الداخلية وكذلك خارجيا. نعم، لبنان دائما هو يطرح هذا السؤال فيما يتعلق بالوضع في لبنان عند أي أزمة، ولكن في النهاية لم تصرف مئات آلاف الدولارات وملايين الدولارات في لبنان من خلال الحرب الناعمة، وهذا ما تحدثنا عنه سابقا في التحليلية. لم تصرف كل هذه الأموال في لبنان من أجل فقط حصول على تغيير حكومي. المسألة أبعد بكثير من مسألة تأليف حكومة، المسألة في لبنان واضحة. الأطراف الخارجية التي تدعم والتي دعمت والتي تحاول استغلال وجع حقيقي ومطالب حقيقية، الكل في لبنان معني بها، فأن تواجهها في اتجاه واحد وهو استهداف المقاومة في لبنان، وهذا شيء غير مخفي. حتى المتظاهرون كما قلت أحيانا هم يقولون هذا، هم يتحدثون عن السلاح وكأن الأزمة توجه في اتجاه واحد وفي إطار واحد، وكأن حل الأزمة يكون فقط من خلال استهداف المقاومة. كل الأموال التي صرفت في لبنان
لبنان لديها توجه واضح، هو خلق أزمة داخلية حقيقية بين المقاومة والشعب اللبناني، وهذه التصرفات التي تحصل اليوم يعني تدل على أن هذا هو الاتجاه الذي يراد منه أن تذهب باتجاه التظاهرات. ولكن الأمر قد يكون الإيجابي قليلا هو أن عدد الذين نزلوا إلى الشارع اليوم لا يتناسب مع عدد المتضررين فعلا، من عدد الناس الذين فعلا يعانون من هذه الأزمة ولديهم الكثير من المطالب، وبالتالي من نزل وفي نقاط محددة جدا وبأهداف محددة كما يبدو من النقاط التي تمركزوا فيها، فهم ليسوا بالأعداد الكبيرة، على أمل طبعا على أن يخرج لبنان من هذه الأزمة وأن يتمكن من تجاوز هذه المسألة. ولكن هنا يجب أن نحمل أيضا مسؤولية للطبقة السياسية التي أفرزتها الحرب اللبنانية، بالنهاية فوضى سابقة أفرزت هذه الطبقة السياسية التي اليوم تراعي مصالحها وهي مستفيدة بشكل كبير مما يحصل في الشارع، وهي تحركه وتمتطي هذا التحرك وهذه المطالب المحقة، وهي الآن كما يبدو في الشارع موجودة على الأرض ليس فقط لتوجه ولكن أيضا بعناصرها في بعض المناطق. لم تمر الصور التي عرضتها الميادين لمسيرة إيرانية خلال رصدها السفينة الإسرائيلية التي تعرضت لانفجار في خليج عمان قبل أسبوعين من دون رصد الإعلام الإسرائيلي ووسط التحليلات الكثيرة. يبرز حديث المراقبين عن حالة إحباط في المؤسسة الأمنية لإسرائيل بسبب فشل استراتيجيتها في التعامل مع الملف الإيراني. نتابع ثم نحلل. بالاهتمام والتحليل تابعوا في إسرائيل المشاهد التي عرضتها قناة الميادين لصور التقطتها طائرة مسيرة إيرانية توثق أثر الانفجار الذي حدث في سفينة الشحن بملكية إسرائيلية التي كانت تبحر في خليج عمان قبل نحو أسبوعين. مشاهد قرأ فيها مراقبون رسالة إيرانية إلى إسرائيل مفادها بأن طهران تتحكم في مفاصل الأمور. قناة الميادين نشرت الصور التي يظهر فيها تصوير لمسيرة إيرانية تتابع السفينة ذات الملكية الإسرائيلية التي جرت مهاجمتها بواسطة ألغام في خليج عمان. النص الذي يرافق الصور يقول ليست إيران من تقف خلف هذه الجريمة، لكن المنطق يقول إن من تعقب هذه السفينة هو على ما يبدو من استهدفها. وبالتزامن مع عرض صور المسيرة الإيرانية نشر الجيش الإسرائيلي على نحو استثنائي صورا لطائرات حربية إسرائيلية وهي ترافق قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية B-52 وهي في طريقها إلى الخليج في خطوة وصفها محللون بالاستعراض الإسرائيلي للقوة. وعلى وقع نبرة التهديد العالية التي اعتمدها المسؤولون الإسرائيليون في الأسبوعين الماضيين ضد إيران وحديث وزير الأمن بني غانتس عن تحديث الخطط العسكرية ضد إيران في تلويح إلى الخيار العسكري ضدها، قال خبراء إن غياب الاستراتيجية والرؤية الشاملة للتعامل الإسرائيلي مع الملف الإيراني جعل المؤسسة الأمنية محبطة ومشلولة، ولا سيما عند طرح الأسئلة الصعبة المتعلقة بثمن أي قرارات تتخذ ضد إيران وتبعاتها. قرارات تستند بحسب ضباط سابقين إلى استغلال الفرص على الأرض والدوافع السياسية للمستويات كافة في إسرائيل، فيما إيران وفقا لهم تواصل تقدمها وتطورها وتثبت للعالم يوميا أنها تعرف كيف تنظم أمورها بكبسة زر. هناء محميد، أي ارتدادات تركتها هذه المشاهد في داخل الكيان؟ أتحدث على المستويين الإعلامي والأمني، وهذا الرصد الإيراني الذي أظهر بشكل واضح كذب نتنياهو والقيادة الأمنية والعسكرية في إسرائيل. بداية الاهتمام كان واسعا جدا بالنسبة للصور التي عرضتها الميادين، يعني ليست هنالك أي وسيلة إعلام إسرائيلية لم تتناول هذه الصور حقيقة وأيضا التحليل لهذه الصور. هذا ترافق مع يعني عمليا نبرة تضفي نوعا من الاستفهام او علامات السؤال حول الرواية الإسرائيلية، تحديدا بأنه يعني كان هنالك الكثير من الإخفاقات في الروايات الإسرائيلية العسكرية وأيضا السياسية. كنا نتحدث تحديدا عن بنيامين نتنياهو الذي يوصف بأنه كاذب أساسا في الساحة الإعلامية وأيضا حتى الشعبية الإسرائيلية إلى حد
حد كبير، لا سيما بأن نتنياهو هو يعني كان قد وجه أصابع الاتهام بشكل مباشر لإيران حول مسألة استهداف هذه السفينة، سفينة الشحن، وإضافة إلى ذلك وفاء أو بالمقابل إلى ذلك كان هنالك بعض الأصوات التي لم تقبل هذه الرواية. يعني اليوم نشر موقع والا الإسرائيلي عن على لسان مسؤول أمني رفيع كما جاء في الموقع بأنه يقول بأن كانت هنالك عملية إيرانية هي كانت كرد إيراني على عملية سرية إسرائيلية ضد إيران. يعني هذا يعني بحسب هذا الموقع تحديدا وبحسب هذا المسؤول الأمني الذي لم يكشف عن اسمه، ولكن مجمل يعني تناول هذه الصور كان في اتجاه بأنه هنالك تشكيك عمليا من جديد بالرواية العسكرية السياسية الإسرائيلية تجاه ما جرى حول هذه السفينة، على ضوء أيضا يعني التصريحات الإيرانية الواضحة جدا بهذا الخصوص حول يعني عدم استهداف هذه السفينة من جهة، وعدم أيضا وجود أي هدف لإيران حول هذه السفينة. أنتقل إليك عميد شارل، أمام ثبات هذه الاستراتيجية الإيرانية أتحدث إن كان في النووي أو الملف الصاروخي وكذلك فيما يتعلق بحضور حلفاء إيران ومحور المقاومة، هل ترضخ تل أبيب وتلتزم بما يقرره الأمريكي والأوروبي بالتعاطي مع إيران، أم قد يلجأ نحو المواجهة العسكرية المنفردة، وهل قادر على الذهاب إلى هذا الخيار؟ يعني أمام هذا الثبات الإيراني في جميع الملفات التي تستهدف بها، ربما إسرائيل حاولت الذهاب باتجاه الضغط السياسي ومحاولة جر واشنطن والدول الأوروبية لعدم إفساح المجال لإمكانية الحوار ومعاودة الرجوع إلى الاتفاق النووي، وهذا الموضوع كما يبدو لم تنجح به. النقطة الأخرى محاولات الإيقاع أيضا بإيران في مونتي كارمز في خليج عمان، وهناك أمثلة كثيرة ليس فقط موضوع الاتهام الأخير الكاذب بموضوع استهداف السفينة، وأيضا هي إسرائيل لا تنجح به لأن إيران تتقيد يعني بالأصول القانونية المتعلقة بالتجارة الدولية، بالقانون الدولي، بقانون البحار، هذه نقطة أيضا لا تستدرج إليها إيران. لم يبقى إلى موضوع المواجهة العسكرية، موضوع المواجهة العسكرية طبعا سوف تكون خارج الدعم الأمريكي لأنه من الطبيعي أن تكون سياسة الأمريكيين الآن باتجاه مواجهة، ربما في أمكنة أخرى أو في توقيتات أخرى تذهب في هذا الموضوع. لذلك أعتقد مع هذه القدرة الإيرانية التي تثبت نفسها في المناورات، في القدرات الصاروخية والمسيرات، والتي أساسا إسرائيل تصوب عليها وتصوب على هذه القدرات، أعتقد أن لم يتبقى لإسرائيل إلا الخضوع تحت يعني رايه الاوروبيين والامريكيين والذهاب بالتسويه التي يريدها هؤلاء الاوروبيون، بمعزل عن اتخاذ موقف منفرد في هذا الاطار بمواجهه ايران. هنا اذا ما انتقلنا الى توقيت عرض هذه المشاهد وهذه الحادثه، يعني تاتي قبيل الانتخابات الاسرائيليه في ظل الهاجس الاسرائيلي من عوده اداره بايدن الى الاتفاق النووي، في اللعبه الانتخابيه اذا ما ذهبنا، هل لا زالت ايران هي الشماعه او الفزاعه التي تجلب المزيد من التأييد الانتخابي، وهنا نتحدث بشكل خاص بالنسبه لنتنياهو المأزوم؟ بالتأكيد من دون أدنى شك، يعني هذا ملف شخصي بالنسبة لي. بنيامين نتنياهو يسعى بكل جهده لأن ينال المزيد من النقاط على يعني على رقعة هذه اللعبة السياسية العسكرية، كل مساعيه حول التطبيع مع الخليج تحديدا العربي، مع دول الخليج العربية كانت بهذا الاتجاه. اليوم تسير الرياح بما لا تشتهي سفن بنيامين نتنياهو على مستوى الإدارة الأمريكية تحديدا وفا، يعني كما ذكر هنالك إشارات بأن الحل الدبلوماسي هو الذي سيعني يكون مقدما في ساحة الشرق الأوسط والمنطقة تحديدا، هذا ما نسمعه على لسان الإدارة الأمريكية، وكذلك أيضا يعني اليوم من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال بأن الدبلوماسية هي المسار الأفضل. بالتالي يعني نتنياهو يجد نفسه منعزلا في هذه اللعبة، تحديدا بأن الإدارة الأمريكية أيضا في علاقاتها مع السعودية في تراجع كبير، تحديدا مع ولي العهد السعودي الذي يعتبر صديق وحليف لإسرائيل في محور معاداة إيران. بالتالي نتنياهو يهتم جدا تحديدا نتنياهو بهذه المسألة، وإيران دائما تكون
الشماعة في أي انتخابات إسرائيلية، سيحاولون من خلال كل الأدوات أن يستفيدوا منها. شكرا جزيلا لك هناء أوغاريت والعميد شارل، وكذلك كل عام وأنتما بألف خير أوغاريت وهناء في يوم المرأة العالمي. مشاهدينا الكرام، فاصل ونحلل من بعده قضية اليوم. في قلب حي بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 8 آذار مارس عام 85 من القرن الماضي، كانت محاولة اغتيال العلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله، وكانت مجزرة بئر العبد. وفق الوثائق والأدلة، فإن العملية كانت من تدبير الاستخبارات المركزية الأمريكية وضلوع السعودية وتورط عملاء محليين في التنفيذ. مجزرة رغم مرور أكثر من 3 عقود عليها، إلا أنها لا تزال حاضرة في الذاكرة كنموذج لتاريخ لم ينتهي من الإجرام وعقلية الإلغاء بهدف القضاء على كل خيار مقاوم. إذن 36 عاما على مجزرة بئر العبد ومحاولة اغتيال العلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله ضمن مخطط لاستهداف نهج المقاومة منذ كانت ولادتها. نتابع ثم نحلل. في تاريخ أجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية، جرائم مروعة ضد الإنسانية في القلب منها الاغتيالات السياسية والأمنية المكملة لاستراتيجية إحكام القبضة على الشعوب وحركات التحرر. محاولة اغتيال العلامة المقاوم السيد محمد حسين فضل الله، وبحسب الوثائق والأدلة ومن بينها وثائقي الميادين بعنوان ونجا، جرت بالتكافل والتضامن والتخطيط بين واشنطن وتل أبيب والرياض لتلاقي مصالح الأطراف الثلاثة على التخلص من قامة دينية وفكرية وجهادية وثقافية لطالما مثلت المحرك والنموذج لفكر المقاومة ونهجها. محاولة الاغتيال تلك تعبير متوحش عن العقلية التي تدير استراتيجية أمريكا وحلفائها، ليس فقط في مواجهة حركات التحرر بل حتى ضد خصومها ومعارضيها داخل بلدانها، منذ مالكوم إكس ومارتن لوثر كينغ في أمريكا، وصولا إلى جمال خاشقجي والشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس على سبيل المثال لا الحصر. ربما تجد واشنطن مبررا لجرائم الاغتيال التي ترتكبها ضد مناهضي سياساتها، لكن ضلوع أطراف عرب ولا سيما السعودية في عدد من هذه الاغتيالات حول المملكة إلى أداة عدوانية شرسة وخطرة، وفاقم من تورطها في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الإسرائيلية المعادية للنضال العربي والإسلامي والعالمي. الرياض ومنذ ما قبل أحكام محمد بن سلمان قبضته على الحكم تلعب دورا مركزيا في الحرب على المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما في لبنان وفلسطين، لمنعها من الدفاع عن بلادها وللحؤول دون تأثيرها وتطورها كبديل للأنظمة المتحالفة مع الإمبريالية. مشروع حكام الرياض تاريخيا لا يحتمل منافسة أو خصومة تعيقان إحكام سيطرتهم على العالمين الإسلامي والعربي، طارة بسياسة البترودولار والضغوط والتهديد المالي والاقتصادي، وأخرى بتفجير الفتن الطائفية والمذهبية والاغتيالات والحروب. نزار عبود، محلل الميادين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة، أنت كنت من أول أو أوائل الصحفيين الذين وصلوا إلى مكان الجريمة وحضروا إلى المكان، ما الذي تستحضره من ذاكرتك الآن يمكن القول؟ تحية لك وللسادة المشاهدين والزملاء في التحليلية والميادين. ما أذكره تماما، وكان منزلي قريبا جدا من مكان الانفجار لا يبعد سوى دقائق عنه، وعندما وصلت هناك أذكر مشهدا لا أنساه في حياتي. هو هناك محل لبيع الحلويات ومخبز، فرن مخبز مقابل مكان الانفجار. شاهدت صواني الحلويات والدماء وأشلاء الضحايا فوق الحلويات.
وكان هذا المشهد مؤلما بشكل كبير. الشارع كان يحترق، كان مباني واجهات المباني كانت على الأرض، لم يكن الوصول للسيارات وسيارات الإنقاذ وسيارات الإسعاف سهلا، كان كل شيء ما في المكان يوحى كأن القيامة قامت. الشارع كان طبعا ضيقا، وهناك صفين مباني كبير، وهناك أطفال سقطوا من الطابق الثامن، كانوا في أسرتهم، طاروا بعصف الانفجار وسقطوا في الشارع أشلاعا. كان هناك قطع بشرية كيفما سرت، وكان المشهد مؤلما بشكل كبير، ربما هو من أشد وأكثر المشاهد المحزنة التي شاهدتها على مدى 15 عاما من الحرب الأهلية في لبنان. نعم. كان ذلك طبعا شيء لا يمكن أن ينسى. أنتقل إليك قاسم عز الدين، محلل الميادين للشؤون السياسية. تفجير بئر العبد هذا في عام 85 تربط الأدلة بين أمريكا، إسرائيل وكذلك المملكة العربية السعودية. ما الهدف المشترك للأطراف الثلاثة لتقوم وتنفيذ هذا الاغتيال بحق العلامة الراحل، وكيف نجا؟ يعني قبل محاولة الاغتيال، مدير المخابرات الأمريكي ويليام كيسي يقول بالحرف الواحد أن السيد فضل الله أصبح مزعجا للسياسات الأمريكية في المنطقة وعليه الرحيل. بنفس الوقت كانت هناك الأبواق، طبعا الأبواق الإسرائيلية معروفة في لبنان وحتى في الإعلام، بعد طرد أو بعد دخول بيروت في 82 واحتلال ثاني عاصمة عربية بعد القدس، ورحيل منظمة التحرير التي تلتها مباشرة مجازر صبرة وشتيلة بالتعاون يعني ما بين إسرائيل وأمريكا، وكانت السعودية عبر بندر بن سلطان السفير السعودي في واشنطن في تلك المرحلة الثلاثي يعول ويراهن على الأسرلة العامة العربية مع إسرائيل وهزيمة المقاومات، كل المقاومات ابتداء من لبنان، على اعتبار أن لبنان هو الحلقة الأضعف. ووقع يعني كان في هذا الطريق ما سمي هنا في لبنان 17 أيار. بهذا السياق العام برزت المقاومة الإسلامية، حزب الله كمقاوم يحمل السلاح مباشرة. أنا أذكر يعني ب82 أن الكثير من المقاتلين رموا الأسلحة في الطرقات في الشوارع، وكان مقاتلي حزب الله يبحثون عن هذه الأسلحة ويجمعونها، فضلا عن سلاح المقاومة وخاصة الجبهة الشعبية في البقاع وغيرها. في تلك الفترة كان حزب الله غير معروف، وكانت الأوساط القريبة من السعودية والقريبة من إسرائيل عبر مجموعات التي حاولت أن تؤثر لبنان كانت تعتقد أن السيد فضل الله هو القائد الفعلي لحزب الله، وهذه الأصداء وصلت أو المرشد الروحي لحزب الله، واعتبروا أن اغتيال العلامة في هذا الظرف ممكن أن يقضي على المقاومة بعد أن حملت المقاومة الراية. نعم. من الثورة الفلسطينية إلى الثورة ضد إسرائيل. هذا الاغتيال السياسي، ناصر اللحام محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية، هو سلاح معتاد تاريخي بالنسبة للإسرائيلي، ويقال بأنه سلاح للمهزومين بالمشاريع التي يحاولون إرسائها على واقع الأرض. أمريكا إسرائيل أيضا حاولت أن تنقل وكما يقال نشر هذا الفيروس بالأنظمة التي تعمل لخدمتها ومصالحها. كيف يمكن أن نفسر ونقرأ تعامل إسرائيل وأمريكا مع هذا السلاح، وكيف استثمرته أو استغلته؟ تحياتي وفا. في الحقيقة هو فيروس فعلا، والقصد منه اغتيال سياسي. هذا الاغتيال السياسي لا يوجد له أي مسوغات قانونية، لا في الدساتير ولا في القوانين المدنية، لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في أي مكان آخر. في إسرائيل مسموح باعتبار أنها مكان الراوتر تاع الفيروسات كله في العالم. هناك مسوغات لهذا الاغتيال السياسي تدل على هزيمة الجيوش. حينما هزم الجيش الأمريكي في لبنان، في بيروت، في صور، بحث عن تعويض سيكولوجي للقتلة والمعتوهين في جهاز السي اي اي،
تعاونوا مع من تعاونوا أدى ذلك إلى هذه المجزرة. بودي أن ألفت فيما يتعلق بالاغتيالات إلى عدة قضايا. واحد، دائما تقول الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إنه المستهدف يده ملطخة بالدماء، وهذه محاولة للتغطية القانونية في إشارة على أنه القانون لن يحميه. وفي الحقيقة هذه ذريعة وليست سبب، ولا يوجد أي محاكمة، وإنما هو إعدام ميدان. اثنين، قتل الأبرياء لا أحد يتحمل مسؤوليتها، ولا يحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية من قتل الأبرياء، وما قاله نزار عبود مؤلم وموجع وصادم. من حكم؟ لا أحد يحاكم، لا في الولايات المتحدة ولا في إسرائيل ولا في الأنظمة التي تخدمها. ثلاث، ضمان عدم محاكمة القتلة حتى بأثر رجعي، يعني إذا اليوم ذهبوا الضحايا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ورفعوا قضايا سيتم إغلاق الملف. فيما لو كان يهوديا من يرفع القضية وكان أمريكيا، يقال إنه بدنا البشير في السودان لأنه قبل 20-30 سنة اختلف معنا أو في مشتبه فيه، وكذلك بورس هذا ضد الثورات في إفريقيا. أربعة، موديل جديد اللي هو الاستعانة بالصهاينة، اللي بده يغتال معارض ولا علامة ولا مفكر ولا صحفي بقول لك بنستعين بالموساد على اعتبار انه صاحب خبره. وفي الحقيقه يعني هذا أسوأ ما سمعناه في السنوات الاخيره، انه انظمه منهاره خائفه جبانه تستعين بالصهاينه وتستعين بالقتله من الموساد لأن يسيطروا على معارضيهم او يتجسسوا عليهم. واعتقد بانه في هذا الموضوع جامعه الدول العربيه لا حس ولا خبر ولا نسمع منها اي شيء، واعتقد انه ان الاوان لاعاده تقييم المشهد ليس فقط باثر رجعي بل بكل المشهد كله، لانه الامور ليست مستباحه لهذه الدرجه. نزار، قبل ثلاثه عقود لقبت الولايات المتحده الامريكيه كما ذكرتم يعني المرشد الروحي الراحل محمد حسين فضل الله لحزب الله، لكي كذلك تسوغ عملية الاغتيال، ألصقت به العديد من التهم، استهداف المارينز، استهداف القوات الأمريكية، ولكن كيف أحبطت هذه الشخصية والبيئة المحيطة به؟ أين تحدث عن البيئة المقاومة وقتها بإجهاض المخطط الأمريكي والإسرائيلي، العصر الإسرائيلي وقتها كان يعرف؟ في مقابلة بثت قبل عامين هنا في نيويورك على قناة الأمريكية، تحدث روبرت باير وهو عميل الاستخبارات المركزية في بيروت، الذي كان حسب قوله يمتلك 12 شقة في بيروت. بيروت كانت مرتعا للمخابرات من كل أنواع. قال نحن عجزنا عن معرفة أي تفاصيل حول المسؤولية عن انفجار المطار أو مركز المارينز في مطار بيروت، وعن التفجيرات اللاحقة، وبما في ذلك حتى كيفية بعض التفجيرات اللي حصلت في المخابرات الأمريكية في السفارة الأمريكية وغيرها. قال عجزنا عن إيجاد أي طريق، فلجأنا إلى إخواننا، حرفيا قال هكذا، إلى إخواننا الإسرائيليين. الإسرائيليون أشاروا بأصابع الاتهام إلى السيد محمد حسين فضل الله، الذي كان لي شرف اللقاء به أكثر من ساعتين في مقابلة تلفزيونية، وقالوا له، طبعا هم كانوا يخشون كثيرا من فكر السيد نصر الله المقاوم، هذا الرجل الذي كانت كلمته تصل إلى كل، والذي كان له الفضل الكبير في شحذ وتجنيد الكثير من المقاومين بشكل أيديولوجي وليس بطريقة مباشرة. هو كان خطبته يوم الجمعة في مسجد بئر العبد كانت في حد ذاتها تنقل عبر الإذاعات في صوت الشعب وغيرها، وكان لها تأثير كبير على المواطن، وكانت هي مقاومة في حد ذاتها. نعم. لذلك الإسرائيلي أشار بشكل مباشر إليه وورط الأمريكي في العملية، وكان ويليام كيسي يشعر بالذل من الهزيمة النكراء التي قال حرفيا في مقابلات تلفزيونية ذيعت في لندن، قال لم يحصل في التاريخ أن هزمت دولة كبرى بمقاتل واحد فقط واضطرت إلى إعلان هزيمتها والهرب. نعم. كان ذلك مذلا له شخصيا كونه هو المسؤول عن الأمن الأمريكي. أنتقل إليك قاسم، يمكن معروفة الأدلة التي تدين أو الخلفيات التي تدين الأمريكي والإسرائيلي، ولكن ما أسباب معاداة السعودي الذي كان طرفا أيضا وأثبتت التحقيقات كان لديه باع أو يد بهذا الانفجار، لمعاداة كذلك كل التحركات التحرر العربي المقاومة وتنسيق الاغتيالات مع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية؟
يعني لدينا مؤخرا نموذج قد يكون هذا النموذج يمتد أو مثل يمتد على كل تاريخ السعودية، هو اغتيال الشهيد فخري زادة. لماذا تلجأ السعودية وإسرائيل والمخابرات الأمريكية إلى اغتيال هكذا علماء أو مناضلين أو طاقات أو قيادات؟ إذا سمعت وقتها يعني الإعلام السعودي تقول كاد المريب أن يقول خذوني، فهم يعتبرون أن التخلص من هذه القيادات هو خطوة على طريق نجاحاتهم وبقائهم في السلطة وخوضهم المعارك ضد حركات التحرر، ويعتبرون هذه التحركات سواء السابقة يعني حركات التحرر العربية أيام جمال عبد الناصر أو الآن حركات تحرر المقاومة ضد إسرائيل وضد الإمبريالية الأمريكية يعتبرونها وبال، وهم جزء لا يتجزأ من هذه المعركة، كانوا في السابق وهم الآن حاليا طالما بقوا موجودين يدافعون عن وجودهم ضمن إطار هذا التحالف. في 1966 قبل العدوان الإسرائيلي على مصر، علي عبد الله صالح اليمني ينشر وقتها وثائق سعودية موجهة إلى جونسون ويحثه على العدوان على مصر، بل أكثر من ذلك على ضم الضفة الغربية وغزة وشبه جزيرة سيناء. الأمثلة لا تعد ولا تحصى. فتح الديب هو يعني معاون جمال عبد الناصر ومؤسس أو أحد مؤسسي الأجهزة الأمنية والاستخبارات المصرية، يذكر في كتابه عبد الناصر واليمن، يذكر وثائق وأمثلة واستشهادات وعلاقات إلى آخره تصب وتؤدي كلها إلى التحريض السعودي، التحريض الأمريكي والتحريض الإسرائيلي لقتل جمال عبد الناصر والعدوان على مصر. وفي هذا التاريخ يعني أمثلة يمكن أن نستذكرها اليوم، ما يحدث ضد مقاومة حزب الله وضد المقاومة وضد أي إنسان يحمل البندقية ويقاوم إسرائيل أو أمريكا، لابد أن تجد رابط وخيط يربط هذا الثلاثي بالسعودية وب الحكام بعض الحكام. أعود إليك ناصر، أين هي حركات التحرر هذه إن كانت بشقها الإسلامي ببعدها الإسلامي ببعدها العربي، وهل ترد على مثل هذه الجرائم وكيف؟ دعيني أقول شيء. أولا الاغتيال سهل، لو قررت أي دولة أي نظام أي حزب أي تنظيم أي جماعة اغتيال أي شخص يستطيعون ذلك، ذلك سهلا ومجرب في التاريخ. من أيام القصور في القرون الوسطى كانوا يضعون السم في الطعام حتى أيام الخلفاء الراشدين. الاغتيال سهل. الحركة الوطنية، الحركة القومية، الإخوان المسلمين في التاريخ جربوا ذلك، ولكن نتائجه السياسية وخيمة. أذكر حركة القوميين العرب، محاولة اغتيال الششكلي، التجربة العراقية، التجربة في لبنان، الثورة الفلسطينية كانت قادرة ويدها طويلة، كانت قادرة على اغتيال أي شخص في العالم في فترة من الفترات أيام المد الثوري لفتح ومنظمة التحرير، كانت قادرة على اغتيال رؤساء دول. ثم في منتصف السبعينات وبعد مجزرة المخابرات الثورية الفلسطينية مع الموساد بعد عملية ميونخ، قررت الفصائل الفلسطينية كاملة ومعها باقي حركات التحرر كإخوة الدم والروح قرروا وقف الاغتيالات السياسية، لأن ضررها أكثر من فوائدها وتضيع البوصلة وتتحول إلى انتقام شخصي. فهذا القرار التزمت به الجميع تماما، كما مثلا الآن تقرر وقف استهداف المدنيين الإسرائيليين وتفجير الحافلات، وقادر الثورة الفلسطينية على فعل ذلك. الغريب في الموضوع أن الجانب الآخر CIA والموساد والصهاينة وأعوانهم لم يتوقفوا. تعرف كل الأنظمة العربية وتعرف إسرائيل وتعرف أمريكا أنه لو أرادت حركات التحرر أن تغتال ستستطيع أن تغتال أي شخص في العالم. أشري على التلفزيون على أي شخص مهما كانت الحراسة حوله سيتم اغتياله بسهولة. الثورات أوقفت الاغتيال وآمنت بالثورة وبالوعي، لكن يجب إعادة تقييم الموقف في حماية الشخصيات لأن الأمور ليست مستباحة بهذا الشكل. نزار عبود، لماذا السعودية تستهدف المرجعيات المقاومة؟ أيضا لماذا لا تبدي الحماسة في الدفاع عن هذه القضايا العربية والإسلامية كما تتحمس لعمليات الانتقام الأمريكية؟
السعودية لها دور وظيفي، السعودية لا تملك أيديولوجيا، لا تملك خطابا ولا كتاب، هي تملك دفتر شيكات. وعندما تؤمر كما قال وودورد، روبرت وودورد في كتابه، قال طلبت المخابرات الأمريكية بشكل ويليام كيسي طلب مباشرة من بندر بن سلطان دفع 3 ملايين دولار دفعت إلى عميل إلى مدير أو ضابط استخبارات بريطاني قاد عملية الاغتيال في بيروت ونفذها بواسطة عملاء في لبنان معروفين باتوا كما أوضح الوثائق في الميادين. لذلك ونجا نعم السعودية دورها كانت دفع الشيكات والتورط سواء في أفغانستان أو في نيكاراغوا أو في لبنان أو غيرها، وكان دورها إلى جانب إسرائيل في كل العمليات، وهذا يعني أمر معروف باتا. لماذا تسعى قاسم الاستخبارات الأمريكية إلى اغتيال هذه القيادات الوطنية وكذلك المناضلين، وكيف يتم يمكن ربح أو حساب الربح والخسارة بالنسبة لهم من خلال الاغتيال؟ يعني في الذكرى الأولى لمجزر بير العبد يقول السيد فضل الله أنه ليس الهدف هو الشخص، الشخص هو مرحلة على الطريق في وعي الأمة، المقصود هو وعي الأمة. يعني الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى السعودية وكل هذه القوى التي تستهدف المناضلين تستهدف هذا الوعي، تستهدف حركة الأمة بحد ذاتها. باتريس لومومبا قتلته الولايات المتحدة فقط لأنه فاز في الانتخابات من أجل استقلال الكونغو، والأمثلة لا تعد ولا تحصى في كوبا، في الإكوادور، في حتى في البرازيل. عندما يتجرأ أو يحاول أي زعيم أو أي قيادي أو أي وطني البحث عن مصالح الأمة والوطن والمشاريع ضد المصالح الاستعمارية وضد الإمبريالية وضد أمريكا يقتلونه ويعتبرون هذا إنجاز، وهذا مستمر حتى الآن. في 2015 عميل في المخابرات الأمريكية اسمه دانيال إيفيرت هيلي يسرب إلى The Intercept أنه المخابرات تستهدف عدة عمليات بالطائرات المسيرة لبعض المناضلين في العالم، ووقتها كان في أفغانستان. حكم مباشرة بالتحقيق معه ومع صديقه 50 سنة قبل أن تتسع هذه الأخبار وتنتشر. الولايات المتحدة تعتمد بشكل أساسي على القتل وعلى قتل المناضلين بشكل خاص لتحقيق مصالحها ولتحقيق أهدافها ونموذجها. انتهى وقت التحليلية، شكرا جزيلا لك قاسم عز الدين، نزار عبود وكذلك ناصر اللحام، كنتم يعني محللي قضية اليوم. التحليلية انتهت مشاهدينا الكرام، في أمان الله.